السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب الصف السادس الابتدائي، معاكم مستني من قناة علمني. النهاردة ان شاء الله معانا الدرس الثاني منهج الدراسات الاجتماعية الترم الثاني، الخصائص السكانية للبيئة الصحراوية. لو اول مرة تشوفونا ما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو واشتراك في القناة، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. طيب انا عندي بالنسبة للخصائص السكانية للبيئة الصحراوية، هنلاقي ان سكان البيئة الصحراوية هي يعني نسبتهم قليلة جدا، رغم ان البيئة الصحراوية مساحتها كبيرة جدا الا ان نسبة السكان بيها بتكون طبعا قليلة، وده طبعا لان الظروف الصحراوية الصعبة او القاسية اللي بتتميز بيها البيئة الصحراوية. طيب السكان دول بيتمركزوا او بينتشروا في 5 محافظات، المحافظات دي بتعرف باسم ايه؟ محافظات الحدود. يبقى محافظات الحدود عبارة او هي ال5 محافظات في مصر موجودين على الحدود تقريبا، عشان كده اسمهم محافظات الحدود. ايه هم بقى محافظات الحدود دول؟ عندي شمال سيناء، ودي اكتر محافظة تقريبا فيها عدد سكان، عندي محافظة مطروح، الوادي الجديد، البحر الاحمر، جنوب سيناء، ودي اقل محافظة في محافظات الحدود في عدد السكان. يبقى دول ال5 محافظات اللي بيشكلوا او بيسموا بمحافظات الحدود، ماشي؟ شمال سيناء، مطروح، الوادي الجديد، البحر الاحمر، جنوب سيناء، تمام. طيب بيتمركزوا او مناطق تركز السكان في المحافظات الصحراويه دي فين؟ هنلاقي ان هم بيتمركزوا او بينتشروا في الواحات. طبعا بما تفسر او ليه الواحات؟ لان وجود المياه الجوفيه وبالتالي العمل في حرفه ايه؟ الزراعه، ماشي؟ ده طبيعي كده ان يبقى في سكان في الواحات لوجود المياه الجوفية والعمل في حرفة ايه؟ الزراعة. ايه تاني من المناطق اللي ممكن يتمركز او ينتشر فيها السكان؟ قال لي مناطق التعدين واستخراج البترول، لان طبعا السكان هيشتغلوا في المهنة دي اللي هي مهنة استخراج البترول وايه؟ والتعدين. طيب ايه تاني؟ قال لي مناطق ايه؟ الرعي، واللي هيتوفر فيها العشب والماء. خلاص، يبقى انا عندي مناطق تركز سكان محافظات الصحراوية، اما الواحات او مناطق التعدين واستخراج البترول او مناطق ايه؟ الرعي. خلاص، هنقول لي بقى، لو بيقول لي ان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء اللي هو بيعمل تعداد سكاني او تعداد السكان والاسكان، وده بيقوم بكل 10 سنين بعملية التعداد السكاني، يعني بيحصر عدد السكان بشكل شامل في كل محافظات مصر، والعملية دي اسمها تعداد سكاني وبيتم كل 10 سنين. خلاص، وقال لي ان اخر تعداد حصل كان 2016، ده اخر التعدادات اللي حصلت في مصر، وان البيانات اللي بيستخدموها او بياخدوها من التعداد دوت او من حصر عدد السكان بشكل شامل بيساعدهم ان هم يحطوا خطط للتنمية لكل البيئات. خلاص كده، يبقى ده بالنسبة للملحوظة دي او المعلومة دي. خصائص بقى السكان في البيئة الصحراوية، هنتكلم عن خصائص اجتماعية، خصائص تعليمية، وخصائص ايه؟ اقتصادية. طيب لو خدنا اول حاجة الخصائص الاجتماعية لسكان البيئة الصحراوية، هنلاقي ان هما بيتميزوا بايه؟ حجم الاسرة كبير، يعني عدد افراد الاسرة بيبقى ايه؟ كبير لحد ما. الترابط الاسري، يعني في ترابط وتعاون بين افراد الاسرة. التزاوج بين الاقارب، ان هما بيفضلوا ان يحصل التزاوج بين ايه؟ الاقارب. يبقى دي اهم الخصائص الاجتماعية لايه؟ لسكان البيئة الصحراوية، حجم الاسرة كبير، ترابط الاسري، والتزاوج بين ايه؟ الاقارب. طيب هنجد ان البيئة الصحراوية فيها عادات وتقاليد، او سكان البيئة الصحراوية لهم عادات وتقاليد، في منها اللي بتبقى عادات ايجابية وفي منها بتبقى عادات ايه؟ سلبية. طيب لو اتكلمنا اول حاجة عن العادات الايجابية لسكان البيئة الصحراوية، قال لي من عاداتهم الايجابية ان هم بيحافظوا على التقاليد والتراث القديم في عادات الزواج. خلاص، ان هم التقاليد او الحاجات الموروثة عن اجدادهم في الزواج بيحتفظوا بيها او بيحافظوا عليها. احترام المجالس العرفية التي يرأسها شيخ القبيلة، يعني انا عندي كل قبيلة، هو عبارة عن قبائل، كل قبيلة لها شيخ قبيلة، وشيخ القبيلة ده هو اللي بيتولى شؤون القبيلة وبيحكم بين ابنائها، وجميع عليه ان هو بيحترم الايه؟ الحكم ده، او بيحترم المجالس اللي بتحصل دي، اسمها المجالس العرفية. طيب تكوين علاقات طيبة مع سكان البلاد الاخرى، ان هم طبعا سكان البلاد الصحراوية ناس يتميزوا بالطيبة والسماحة، وبيكونوا علاقات كويسة مع بقية سكان البيئات الأخرى. إكرام الضيف، دي طبعا من العادات الإيجابية في البيئة الصحراوية. طيب في عادات برضو سلبية،
زي الزواج المبكر، ان هم بيزوجوا ابنائهم في سن صغير، وده طبعا من العادات السلبية. عمل الاطفال في الرعي والزراعة، ان عندهم الاطفال بيشتغلوا من في سن صغير يعني في الرعي والزراعة، دي برضو من العادات السلبية. العلاج بوسائل بدائية، وده طبعا من نتائجه ان بيؤدي لزيادة الوفيات خاصة بين الاطفال. خلاص ان هما بيلجأوش قوي للطب والمستشفيات وكده، لكن هما بيستخدموا وسائل هما برضو موروثة او متوارثة عن اجدادهم في العلاج، وده طبعا ليه تأثيره ان بيزيد من عدد الوفيات خصوصا بين ايه الاطفال. طيب يبقى دي بالنسبة للعادات الإيجابية والعادات إيه السلبية، لو حطيناهم في جدول كده كمقارنة بينهم. طيب جهود الدولة بقى، الدولة بتعمل إيه عشان تعدل بعض العادات السلبية دي اللي إحنا ذكرناها من شوية؟ قال لي بقى التوعية بعدم عمالة الأطفال والزواج المبكر، إن تبدأ الدولة تعمل حملات توعية للسكان إن ما ينفعش إن إحنا الأطفال يشتغلوا في سن صغير، أو إن برضو يعني إن هم يزوجوا أبنائهم في سن صغير برضو، ده برضو من الأمور السلبية والغلط. فبيعملوا حملات توعية للموضوع ده، كمان ان هم يبداوا بيقيموا مستشفيات وبيوفروا رعاية ايه صحية في لسكان البيئة الصحراوية. يبقى ده كده بالنسبة للخصائص ايه الاجتماعية. طيب نيجي لتاني حاجة، الخصائص التعليمية. طيب الخصائص التعليمية نجد بشكل عام ان اهمها ارتفاع نسبة الامية، واحنا كنا عرفنا الامية قبل كده الترم الاولاني هو عدم القدرة على معرفة القراءة والكتابة، ده كده بنسميها ايه امية، الشخص اللي ما يقدرش يقرأ او يكتب ده بيدخل ضمن تعريف ايه الامية. طيب قال لي بس بدأت نسبة الامية دي تنخفض بالتدريج. طيب ليه بقى، بما تفسر لما يقول لي بدأت نسبة الامية في البيئة الصحراوية تنخفض تدريجيا، ده طبعا بسبب جهود الدولة في مواجهة مشكلات ايه التعليم. طب ايه هي بقى جهود الدولة دي، يعني ازاي الدولة قدرت انها تخفض من نسبة الامية دي؟ قال انها اقامت العديد من المدارس والكليات والمعاهد، وده ادى طبعا لزيادة نسبة التعليم. بدأت تعمل مؤسسات تعليمية وتنشئ هناك مؤسسات تعليمية وتهتم بالتعليم زي المدارس والكليات والمعاهد، وبالتالي زاد نسبة التعليم في البيئة الصحراوية. وبدأت الكليات والمعاهد دي تخرج بقى مهندسين وأطباء وأساتذة جامعة من البيئة الصحراوية، وبدأوا يخدموا ايه مجتمعهم. يبقى ده بالنسبة لجهود الدولة عشان يقضوا على نسبة أو ارتفاع نسبة ايه الأمية، واللي أدت بالفعل إلى انخفاض النسبة دي. طيب نيجي بعد كده الخصائص الاقتصادية. خصائص الاقتصادية بقى لسكان البيئة الصحراوية، قال ان هما طبعا اهم حرفتين بيشتغلوا فيها الرعي والزراعة، دي كده اهم الحرف اللي موجودة او بيشتغلوا فيها سكان البيئة الايه الصحراوية. طيب بصفة عامة انخفاض مستوى المعيشة للسكان، يعني مستوى المعيشة لحد ما بالنسبة للبيئات الاخرى منخفض، خلاص طبعا برضو بسبب الظروف القاسية للبيئة الصحراوية، يعني مفيش أنشطة كتير وفرص عمل كتير، فبالتالي ده بيؤدي لانخفاض المستوى ده. قلة الموارد ايه الطبيعية، خلاص، وده طبعا أدى لظهور مشكلات اقتصادية كتير. يبقى بصفة عامة الخصائص الاقتصادية، ها، ان هما بيشتغلوا بحرفتي الرعي والزراعة، ان يعني في مشكلة انخفاض في مستوى المعيشة زي ما قلنا عشان مفيش فرص عمل ومفيش امكانيات في البيئة الصحراوية. بصفة عامة برضو مفيش موارد طبيعية او قلة الموارد ايه الطبيعية. طيب كل الخصائص دي ادت لظهور مشكلات اقتصادية، زي ايه مثلا، زي نقص الغذاء. يبقى اصبح عندي انا دلوقتي مثلا الزراعة موجودة لكن ب ب ب يعني بنسبة قليلة، لاني برضو الظروف قاسية ومش موجودة غير في الاماكن اللي فيها المياه بس، فبالتالي ادى الى وجود نقص في المحاصيل وبالتالي نقص في الايه في الغذاء. تمام، بدأ بقى عشان انا اوفر النقص دوت هبدأ اعتمد على البيئات الايه الاخرى. ماشي، يبقى انا دلوقتي عندي نقص في المحاصيل، نقص في بعض المنتجات والصناعية اللي ممكن احتاجها، فببدأ اوفرها من ايه او اعتمد على البيئات الاخرى في توفيرها. ليه بقى؟ لسد حاجاتهم عن طريق التجارة فيما بينها، يعني ان الطريق ان احنا يحصل تبادل زي ما خدنا في الدرس الاولاني، التبادل بين السكان البيئة الايه الصحراوية وسكان البيئات الاخرى. الهجرة إلى البيئات الأخرى برضو من ضمن المشاكل اللي بتظهر بسبب الخصائص الاقتصادية، إن بيبدأ بقى السكان يفكروا إن هم يروحوا مكان أفضل متوفر فيه موارد وفي مستوى معيشة كويس في فرص عمل، فيبدأوا بقى يهاجروا لبيئات أخرى سواء مثلا في الحضر أو للمناطق الريفية، هيلاقوا فيها فرص أكتر من
البيئة طبعا اللي هم ساكنين فيها، البيئة الصحراوية. يبقى الخصائص الاقتصادية دي أدت لظهور مشكلات ايه هي، او يجي يقول لي ما النتائج المترتبة على الخصائص الاقتصادية لسكان البيئة الصحراوية، هقول له ظهور بعض المشكلات زي نقص الغذاء، الاعتماد على البيئات الاخرى عشان نسد حاجاتهم عن طريق التجارة، والهجرة الى البيئات الاخرى طبعا للبحث عن فرص عمل ومستوى معيشة افضل. طيب تبدأ الدولة بقى، جهود الدولة بقى لحل المشكلات الاقتصادية دي ازاي، بقى الدولة تقضي على المشكلات دي بالنسبة لسكان البيئة الصحراوية. قال لي بقى ان هم بدأوا في تعمير الصحراء واستصلاح الاراضي، بقى بدل ما الزراعة بس موجودة في الاماكن اللي فيها مية زي الواحات او السواحل، لا نبدأ ان احنا نستصلح الصحراء ونعمر اراضي تانية ونوصل لها المية ونعمل مشروعات خلاص علشان اوصل المية للاماكن دي، وبالتالي تزيد مساحة الاراضي الزراعية وبالتالي المحاصيل خلاص، وده بيساعد على زيادة التبادل بقى التجاري بين البيئات او مع البيئات الاخرى. بدأت الدولة تهتم بالمشروعات السياحية علشان تشجع المستثمرين على انشاء منتجعات وفنادق في البيئة الصحراوية، وتشجيع سياحة السفاري. طبعا انواع السياحة المشهورة جدا سياحة السفاري في البيئة الصحراوية علشان تنشط السياحة. يبقى دي بالنسبة لجهود الدولة لحل مشكلات الاقتصادية للبيئة الصحراوية، ضمن تعمير الصحراء واستصلاح الأراضي، الاهتمام بالمشروعات السياحية، وتشجيع سياحة السفر. خلاص ده كده كان الدرس بتاع النهاردة، ودرس يعني جميل وبسيط. يا رب تكون قدرنا نوصلكم المعلومة بشكل مبسط. ما تنسوش تعملوا لنا إعجاب للفيديو واشتراك في القناة، فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وبنجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.